مرحبا، أنا المحاضرة بيلجين دومان ملك، رئيسة برنامج خدمات كابينة الطيران المدني في جامعة نيشان تاشو. اليوم سأقدم لكم معلومات حول برنامج خدمات كابينة الطيران المدني. الغرض من برنامجنا هو تدريب مرشحي طاقم الطائرة الذين لديهم الوعي المهني الذي تحتاجه شركات الطيران العاملة في صناعة الطيران، والذين لديهم مهارات اتصال قوية ويقدرون مهنتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم توظيف طلابنا في الشركات التي تقوم بالفعاليات الأرضية في المطارات في هذا القسم، وإلى جانب دروس التدريب المهني مثل الاتصالات في الطيران وعلم النفس وعلم وظائف الأعضاء في الطيران وتطبيقات السلامة في حالات الطوارئ وتطبيق السلامة العادية. تم تحديث دروسنا الخاصة في مجال الطيران بشكل عام بما يتناسب مع روح العصر مثل خدمات الركاب والسلع الخطرة والمعلومات الأساسية لرحلات الطائرات والأداء التشغيلي والهبوط ومصطلحات الطيران. يساهم أعضاء هيئة التدريس المؤهلين الذين لا يزالون نشطين في هذا القطاع ويشاركون التطورات القطاعية مع طلابنا في نفس الوقت في تطويركم طلابنا الكرام في مجال التطوير المهني والأكاديمي في مختبرات التطبيق داخل وخارج الفصول الدراسية في نهاية العام. توفر جامعتنا التدريب العملي لطلابنا، يمكن أن يكون في المطارات الدولية وشركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية الواقعة في اسطنبول، أو يتم تزويد طلابنا بفرصة القيام بالتدريب العملي خارج اسطنبول. لدى طلابنا الذين سيتخرجون من القسم الفرصة للعثور على مجموعة واسعة من الوظائف مثل العمل في شركات المطارات وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية وشركات الشحن الجوي وأعمال المحطات. خلال أيام العمل العادية في جامعتنا يتم دعم طلابنا في أمور مثل عمليات التوظيف. إذا قلت لماذا يجب أن أدرس في برنامج إدارة النقل الجوي المدني بجامعة نيشان تاشو؟ في البداية تم تحديث محتويات الدروس التدريبية الخاصة بنا وفقا للتغيير والتقدم في صناعة الطيران بحيث يمكن أن تلبي متطلبات العصر، وهذا قد يكون سببا لاختياركم، كما أن القيام بمؤتمرين كل سنة مع أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لدينا من ذوي الخبرة أصبح مثل عادة بالنسبة لنا، حيث تقام فيهما ندوات واجتماعات ورحلات طيران، وتمكن هذه الأنشطة الشركات من التعرف على معهدنا وطلابنا ودعم طلابنا في وضع خطط وظيفية للمستقبل داخل المعهد. بصرف النظر عن ذلك، يقدم حرم نيوتك الجامعي لدينا تعليماً مكثفاً للغات الأجنبية والتدريب المختبري ومنحاً دراسية متواصلة. لدينا فرص تدريب عملي في المطارات وشركات الأعمال الأرضية داخل المطارات الدولية، وإمكانية دراسة فرع مزدوج وفرع جانبي مجاني في حال توافر الشروط اللازمة، وفرص دراسة وتدريب عملي خارج البلاد، وكذلك دورة مجانية حول اختبار الانتقال قال العمودي DGC واختبار اختيار الموظفين العموميين KBCC. كما ويمكن أن تكون فرص الطلاب في إكمال دراسة اللغة في معاهد اللغات في لندن ودبلن ودعم التوظيف والأنشطة الاجتماعية بفضل التعاون بين جامعة نيشان تاشو ومؤسسة العمل التركية من بين أسباب اختيار جامعتنا. نرحب منذ الآن بجميع الطلاب الذين يرغبون في دراسة برنامج خدمات كابينة الطيران المدني والمهتمين بالطيران في جامعة نيشان تاشو.